بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم مجددا. والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، وزي ما قلت لكم فقره مهمه جدا. انا هنتكلم في تفاصيل وهندخل بقى اكتر في ادغال القاره الافريقيه، وازاي المدربين المصريين في فترات سابقه كان لهم دور كبير جدا مع المنتخبات الافريقيه في التطوير والتحضير للتطور اللي حصل في المنتخبات الافريقيه في الفتره الاخيره، من ابرزهم حتى منتخب بروندي. معي ومعكم الكابتن لطفي نسيم، نجم نادي المقاولين العرب السابق والمدير الفني لنادي المقاولين في فتره من 2002 ل 2004، وسبق ليه حتى تدريب منتخب بروندي، وده الجزء الاساسي هنتكلم عليه في الكره الافريقيه والتطوير اللي حصل في بعض المنتخبات في الكره الافريقيه في فتره سابقه. كابتن لطفي منور الدنيا واهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، وانا سعيد بلقائي مع حضرتك، واسعد بان انا بلتقي في قناه الاهلي العملاقه للبث المباشر للنادي العملاق، وبستنتهز المناسبه دي وبدعو لله الشفاء للكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه في مصر. ربنا يخليك يا كابتن لطفي، ودايما موفق ان شاء الله. وفرصه طيبه اتكلم معاك بقى عن دورك في القاره الافريقيه فترات سابقه، وهذا الدور يمكن ظهر اكتر من منظمه حقوق الانسان لما حبت تكرم بعض الشخصيات ودورها الرياضي حتى في القاره الافريقيه. عايز اتكلم معاك عن التكريم. اولا التكريم جه ازاي؟ تلقيت الخبر او الاتصال ازاي؟ والتكريم حتى واثر التكريم ده عليك لما كنت موجود في المنظمه وانت بتتكرم عن هذا الموضوع وانت ليك دور في القاره الافريقيه ومع منتخب بروندي في فترات سابقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا انا اشتغلت فتره كتيره في افريقيا وكان ليا انجازات كبيره برضك الحمد لله، ان بروندي اول مره في تاريخها تلعب نهائيات كاس افريقيا في جنوب افريقيا 2014، وانا كنت المدير الفني للشباب والاول. التكريم بيحصل ان هو برضك بيحاولوا ان هم الاتصال بالناس اللي كان ليهم حضور وانجازات في القاره الافريقيه. دي شهاده تقدير صح؟ دي شهاده تقدير، ان هم اشكرهم جدا ان هم يعني يقدروا يكرمونا في مناسبه سعيده وانا بسعد بيها قوي. ودي بتفكرني بحاجه برضك، لما كنت في سلطنه عمان كان ليا الشرف ان انا اخد اوسكار افضل مدرب على جميع الالعاب سنتين. على جميع؟ جميع الالعاب المدربين 173 مدرب. تمام. وكنت بتشرف في فتره معينه ان انا كان الكابتن فتحي نصير استاذي ومعلمي في الفتره دي، فالتكريم دوت انت عارف حضرتك يعني بيدي طاقه ايجابيه للانسان ان هو لسه الناس فاكراه. ودي حاجه طيبه جدا من جمعيه شؤون الانسان، وبشكر كل المسؤولين فيها، ودي حاجه يعني انا كنت سعيد بيها قوي 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 قوي، لان التقيت بمجموعه كبيره من الاصدقاء ومجموعه كبيره من اهل الفن واهل السياسه، وكل الطوائف كانت مكرمه في اليوم دوت. فانا سعيد بالتكريم دوت، وده يعني اخر حاجه تكريم ليا كان في الفتره اللي فاتت، الاسبوعين اللي فاتت دي. فتره عملك في افريقيا كانت اي فتره زمنيه؟ هو حضرتك انا جت يعني ظروف قصه غريبه جدا. انا كنت مرشح امسك منتخب الشباب في فتره 2006 2007. كان الكابتن سياجي فشاف السي في بتاعي، لطفي السي في بتاعي كويس جدا جدا جدا، فانا هقدمه في الكوميتي بتاع الاتحاد الكوره. فشاهد الظروف كان هم مختارين اخ وصديق ومدرب عظيم وكان لعيب عظيم الكابتن اسماعيل يوسف. فقال طب لطفي عشان خاطر هو مدرب كويس وكفاءه، احنا جايلنا جواب من الخارجيه عن طريق السفاره البرونديه عايزين مدرب المنتخب الاول والشباب. فروحت هناك، كانت 2006 2007. رحت هناك الحمد لله عملت شغل كويس، وبعدين حصل لي ظروف رجعت، وبعدين اتجهت للسودان قعدت سنه عن طريق كابتن محمد كابتن شطه. وبعدين طلبوني تاني في مناسبه كانت ظريفه جدا، ان هم كانوا بيلعبوا انبي في الكونفدراليه فرقه من عمان من بروندي. المهم جانا رئيس البعثه فاللعيبه بتسلم عليا، رحت لهم في المقر بتاع الفندق الشرطه اللي هو فندق الاقامه. فكان المساعد بتاعهم كان المساعد بتاعي هو المدرب بتاع ليديا اكاديمي دي، كان بتلعب في الكونفدراليه. فرئيس البعثه شافني، وهو بالمناسبه هو رئيس الكونجرس هناك، فبيسلموا على اللعيبه فقالوا لهم مين دوت؟ قالوا لهم ده لطفي نسيم. قال له لطفي نسيم ده رئيس الجمهوريه بيحبه جدا. طب قول له عايز يرجع تاني. فرجعت تاني قعدت 4 سنين تانيين. كانت فتره طبعا جميله جدا جدا، قدرت ان انا اشتغل، لان هناك حضرتك يا استاذ محمد مش زي هنا،
هنا يعني انا بقول للعيبه الموجوده في مصر دول في هنا في هنا في هنا. ليه هناك ايه الاخبار؟ ما فيش ملاعب كويسه، مفيش امكانيات، ما فيش امكانيات. بس برضك احنا كمصريين، مش انا بس، في ناس كتيره سبقونا برضك ليهم افضال كتيره علينا وعلى القاره الافريقيه، اشتغلت معاهم شغل ما فيش مدرب منتخب في العالم يعمله. انا كنت بدرب في ايام الاسبوع يومين كمان، لان المستوى بتاع الاخوه المدربين هناك مش هيرفع المستوى. فروحت كان في 2 لعيبه بيلعبوا في تنزانيا، قعدت معاهم فتره، اشتغلت معاهم تمرين يومين في الاسبوع ومعسكرات، وهنا وهنا معسكرات داخليه، ما اقدرش اعمل معسكر خارجي ولا اعمل ماتش ودي خارجي، تمام، لظروف الامكانيات. المهم ربنا كرمنا وطلعنا لعيبه، لعبت انا في هناك بقى بطوله اسمها ثقافه. ايه ثقافه دي؟ مصطلح معين، اللي هم 7 فرق بتوع حوض، 9 فرق بتوع حوض النيل، ومفروض كانت تبقى مواماش. ف دوره ثقافه بتتعمل في اثيوبيا، بتتعمل في كينيا، بتتعمل هنا وهنا وهنا. فكانت ليها معاهم باع كبير قوي، قدرنا ان احنا نعمل نتائج كويسه. وبعدين اخر فتره 2014 الحمد لله ربنا قدرني، كان معايا ماتش مع كينيا اللي هنلعبها دي، وقدرت اتغلب عليهم عندنا وهناك. واخر ماتش يحدد معايا مع منتخب السودان، فكانت صعبه بالنسبه لي ان منتخب عربي برضك، وقدرت ان انا اصعد ببروندي لنهائيات كاس افريقيا 2014 في جنوب افريقيا. مش دي المره الاولانيه دخلوا فيها، المره دي ده قبل كده دخلوا معايا 2013 14 بطوله الامم الافريقيه اللي اتنظمت في مصر، لا في جنوب افريقيا، لا ما اقصدش اللي هي بطوله المنتخبات الكبيره، كبير في الاول 2013 جنوب افريقيا اللي هي نظمتها مكان ليبيا. لا دي حضرتك اصلها دي للمحليين، اللي هي وزاره المحليين. ما انا ماسك المنتخب الاول والاولمبي والشباب الثلاثة. والاول كنت طالع من الصندوق المصري للتعاون الافريقي كخبير من مصر، المرتب بتاعي من القاهره من مصر، لكن بعد كده تعاقد شخصي مع وزاره الشباب، وكان يعني الحمد لله كان الناس بيقدروا قيمه الانسان اللي بيقدر ينتج يعني. رحت هناك كان في 2 مشيت من عندهم، عندي 32 لعيب محترف بره. 32 لعيب محترف بره، خرجت لعيبه يعني ظهر. يعني كان هناك الرئاسه كانت تتكلم تقول لك نسيم ده دخل قومي للبلد. وطبعا بقى يعني حصل بعض حاجات سياسيه كمشاكل مع بعضهم، فما قدرتش اقعد ورجع. فدي كانت بالرحله بالنسبه لي. لكن انا كرحلتي يعني تاريخ كبير قوي يعني بالنسبه لي انا. يعني انا كنت لعيب من اشبال نادي الزمالك 18 لغايه الفريق الاول سنتين، وبعدين لعبت نادي الطيران كان في الدوري الممتاز، واول لاعب يحترف في الامارات سنه 1985 استاذ محمد. الامارات دي يعني الواحد لازم يرفع لها القبعه طبعا. انا كنت عشان اشوط كوره يعني، كنت انا والكابتن مشير عثمان بس اللي كنا هناك، اعمل الترابه كده والحجر كده عشان اشوط الكوره. ما شاء الله الوقت شوف تقدمه ازاي، وبقت حاجات على مستوى عالي. هم الناس تقول لك احنا اتعلمنا من المصريين، وهم المعلم والمدرس الاول هو المصري. فما شاء الله تطور. فكان ليا شرف ان انا اكون من بدايات اللعيبه المحترفه هناك. وفي نفس الوقت لما طلعت حضرتك بقى جيت من الامارات عشان ارجع نادي الطيران تاني، كان المرحوم استاذنا الله رحمه الله عليه الكابتن فؤاد صدقي والكابتن عبد المنعم الحاج والمرحوم الكابتن ابراهيم الوحش، جايه بدايه المقاولين العرب بقى. يعني انا اول لعيب جه نادي المقاولين العرب، وكنت بلعب في الفيرست ديفيجن دوري الممتاز. المهم لعبنا والحمد لله طلعنا ممتاز، فانا جات لي اصابه في رجلي كروشيه لجنه رباط صليبي، وبتمنى للاعب محمود ان شاء الله بالشفاء العاجل، وهيطلع ويبقى زي الفل ان هو صغير. فعملت كذا، كانت ساعتها بقى الكروشيه لجنه دي رباط صليبي دي كانت صعبه جدا. طبعا دلوقتي غير زمان. طلعت رحت لندن 3 مرات وعلاج وبتاع، لكن ما قدرتش العب. فاتجهت للتدريب. انت عارف حضرتك لما يكون واحد عنده 24 سنه، وانا كنت مرشح العب منتخب مصر، ويعني كان ليا برضك بالنسبه للفتره دي كانت نجوم كبيره قوي، احنا لازم ما نقدرش نقف جنبيهم. يعني مثلا الكابتن محمود الخطيب ده، انا واحد من الناس لا شفت ولا هشوف لعيب في الدنيا زيه، ربنا يديله الصحه ويشفيه. امين. ولعيبه كتيره الله يرحمه كابتن الشاذلي ومجموعه يعني كانت في حاجات كتيره في الكوره حلوه. فالمهم الحمد لله رحت، جت من بره فبعتوا لي ان انا اروح العب في نادي المقاولين العرب، كان لسه درجة ثالثة. فأنا جاي من ممتاز ألعب درجة ثالثة، فهم أغروني بفلوس شوية كده، يعني أنا أكثر لعيب خد فلوس وقت الجنيه جنيه. تمام. من المقاولين العرب. بديت جبنا بقى مجموعة كبيرة، كابتن سعيد الشيشيني وكابتن مجدي مصطفى وكابتن زمزم، وعملنا فرقة هوب هوب هوب، طلعنا الدوري الممتاز. لما جيت كسرت بطل، فبدأت التدريب. بدأت بدري كده. 24 سنة ونص مبطل. فبدأت التدريب بقى
عايز اعمل حاجه ان انا اعوض الفتره اللي انا ما لعبتش فيها دي، وكنت لسه في عنفوان شباب. اهتميت بقى، ودي مهمه جدا جدا، ان المدرب لازم يطور نفسه بكل شيء، لان التدريب ده مش فهلوه، بياخدوا فيه دكتوراه يا استاذ محمد. ادم بياخد فيه دكتوراه يبقى وصل لمعالي اعلى حاجه في العلم. تمام. مش موضوع فهلوه ولا حاجات زي كده، علم، علم كبير. درست علوم كتيره، منهم المينتال تريننج، التدريب العقلي، على خبير روسي. فابتديت اتطور نفسي، وبعدين شويه بشويه مستر مايكل بيشوفني، كان بيعمل محاضره كده مع المدربين، فبيسالني، بيسال اسئله، فانا رديت سؤال على بساله سؤال، فسؤال مهم جدا، فهو قال لك انا عايز واحد مساعد معايا. الاداره والكابتن جمال عقاد مرشحيني، وهو ما يعرفنيش كاسم. كابتن جمال عقاد وقتها كان مدير كوره في المنطقه. هو لعب معايا. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، ربنا يديله الصحه، من انجح مديرين كوره في العالم. كانت شخصيه منظمه فعلا، اتعاملت معاها على المستوى، وعمل انجازات، وهو من الناس اللي هي ليها انجازات في المقاولين العرب. يعني هو كلاعب وبعدين بقى مدير كره مع الكابتن فؤاد، وبعدين شغل مع مستر مايكل. فوصلنا لمرحله ان احنا ابقى مدرب، صقلت نفسي بدراسات هنا ودراسات هنا. انا مره حضرتك، انا ليا تاريخ في عمان برضك. خدت دراسات بره مصر؟ طبعا. فين؟ في لندن. وفي واحده تابعه للاتحاد العربي كانت في الغردقه هنا، وانا رحت بولندا وروسيا. يعني انا بولندا وروسيا، ورحت بعد ما خدت بطوله في عمان. كانت المكافاه بتاعتي رئيس النادي قال لي عايز مكافاتك ايه؟ قلت له اعمل دوره في الخارج. ابعتني هولندا، عملت معايشه شهر مع اياكس امستردام، فريق الشباب، اقوى قطاعات الناشئين في اوروبا وفي العالم كلها اياكس. يا استاذ محمد، يعني منظومه لازم تحترمها، يعني اتعلمنا منهم حاجات، وتعلمنا من اخوه المدربين كبار قوي في مصر، اوروبا وهولندا بالذات. كنا في اعمال معسكر في حته اسمها روتردام، واياكس تحديدا. لا انا كنت قاعد في اياكس امستردام، كان بيتمرن هناك. بقول لحضرتك كابتن، اتفرج على كومان وبيستن وورد، مجموعه مش ممكن، عارف مكنه. وبعدين بقى دراسات في مصر هنا، لغايه ما اخر حاجه دراسات خدتها اللايسنس ايه، وبقيت اثقف نفسي واقرا واعمل. والحمد لله رحت عمان، سلطنه عمان، اشتغلت فيها 7-8 سنين. وبالمناسبه كان ليا الشرف ان يكون كابتن شوقي غريب كان لعيب عندي في سلطنه عمان. وكان ساعتها الكابتن طاهر ابو زيد بيلعب مع الكابتن فتحي في نادي صحار، وايمن منصور، وهو مجموعه كبيره قوي. فكنت بدرب اول ما رحت بعد المنتخب مع كابتن فتحي، ده استاذي الاول والاخير. دربت النادي الاهلي هناك. النادي الاهلي برضك زي النادي الاهلي هنا برضك، يعني في كل حته الاهلي اسم كبير. بكت الفتره دي يعني مستواه مش هو. المهم اشتغلت معاهم، ربنا كرمني، خدت الكاس، لان الكاس بيبدا الاول هناك، كاس صاحب الجلاله هو سلطان قابوس. وبعدين خدت تاني دوري. حصل مشكله يعني كده، مش في راتب ولا حاجه، يعني عايزين يجيبوا مدرب تاني اجنبي، هم محرجين. فرحت نادي مرباط سكند ديفيجن درجه تانيه. كان معايا بقى بصراحه يعني كان لعيب مميز جدا الكابتن شوقي غريب وكابتن احمد صفا. دي صوره مع نادي المقاولين. دي نادي المقاولين، انا مدير فني، وكان معايا دكتور زمزم مساعد ليا، من الناس المحترمه، مجموعه احمد صابر وكده. هو اقصى واحد كابتن زمزم اللي على اليسار. وانا تاني قعدت ايدي كده. فحضرتك ده برضك من الجيل التاني بقى، اللي هم بتاع الجيل الاولاني. انا بالمناسبه يعني انا مرنت بعض اللعيبه، يعني مرنت كابتن سعيد الشيشيني. دي وانتوا لعيبه صح؟ انا مدرب. دي انا مدرب، ده انا كنت مساعد دكتور محمود ابو العينين رحمه الله عليه في ال 21 سنه بقى، كان معانا علي شحاته ومرضوان ومحمد يونس والمجموعه دي. انا صاحب الجلاله سلطان قابوس، لما كنت طلعت تاني كاس وانا في درجه تانية. تاني كاس اول مره تحصل على مستوى الخليج، فاينل كاس وانت في درجه تانية. وخدت الدوري اللي هو الصعود للدوري الممتاز. طب ما تيجي نرجع لعمان كده بسرعه. ده وانا كنت مع منتخب بروندي. طب قبل بروندي، لان معانا تليفون عايز ترجع الذكريات بقى والشغل في عمان ومسقط تحديدا. قول الو كده جرب. الو الو كابتن فتحي، ازاي حضرتك؟ الله، انت عرفت منين ده؟ من الو. ازاي يا كابتن فتحي؟ ازاي يا كابتن لطفي؟ استاذي ومعلمي، وخيرك عليا يا كابتن. ده انا يعني الله يخليك. لا يا كابتن، اتعلمت منك حاجات كتيره. يعني التدريب ده طبعا حاجه تانية، الاخلاق والاحترام والادب والنظام.
فاكر يا كابتن ما نيجي من السفريه وتقعد تقول لي لا لازم ارتب الحاجه قبل ما ننام؟ الله 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 الله. تنور القناه كابتن لطفي، ومعاك واحد يعني بيلاعب اي حد يقعد قدامه يعني. الله يخليك يا كابتن فتحي، تسلم يا رب. الله يخليك، ده من ذوقك. لا والله محمد من الناس المحترمين اللي يعني القناه مقدمهم للاعلام المصري المحترم يعني. الحمد لله الحمد لله. كابتن فتحي نصير، يعني انا مش هقول بقى المدير الفني منتخب عمان فقط، لا ده المحاضر الدولي اللي ليه دور كبير جدا على كل المدربين في مصر، في قاره افريقيا الاتحاد الافريقي بيستعين بيه، الاتحاد الدولي بيستعين بيه، فقيمه وقامه كبيره جدا بالنسبه لنا في النادي الاهلي وفي الكره المصريه يا كابتن فتحي. بصراحه يعني النهارده انا استرجع ذكريات مع الكابتن لطفي نسيم، وفترات كانت مميزه حتى مع منتخب عمان. الو ايوه معاك معاك، اتفضل يا كابتن. لا الحقيقه يعني انت معاك واحد من الناس اللي فعلا دخلوا مجال التدريب، ما دخلش بباراشوت، هو بدا التدريب من اوله، وبدا التدريب على مستوى عالي سواء مع نادي المقاولين مع مدربين كبار، يعني دول المدربين اللي هم بيتلمذوا مع زي ما تكون انت بتشتغل فرشه ولازم يكون لك صنايعي كبير فانت بتكبر، لكن في واحد بيخش باراشوت على طول كده يقول لك انا بقيت كل حاجه. فالكابتن لطفي الحقيقه بدا حياته يعني فعلا بالطريق الصح اللي هو المفروض ما يجب ان يكون المدرب، من حيث ان هو بيكتسب خبرته من ناس اكبر منه في نادي المقاولين مع مدربين اجانب لغايه ما وصل الفريق الاول، ودي يمكن اللي خلته ان هو يسافر سلطنة عمان، ومش مسافر هو لا هو اهلي ولا زمالك، بالعكس ده وسافر مع اساطير كرة القدم. يعني كان معانا انا افتكر في سلطنة عمان كابتن شوقي عبد الشافي، كابتن علي بجريشة، كابتن شاذلي، يعني كابتن محمد ابو العز، دول الناس اللي هم من الصف الاول من المدربين، ان هو كابتن لطفي يبقى في وسط المجموعه دي كلها اكيد هو يعني كان متميز ويستحق ان هو يكون في هذا المكان. فالنهارده هو طبعا مشرف القناه عندنا، وانا زي ما بغروش يعني انا حتى لو ما نشوف القناه النهارده لكن لازم اشوف محمد سعيد بيقول ايه. طيب لقيته جايب الكابتن لطفي بقى، يعني تلميذك يا كابتن، اهم حاجه انها تلميذك انت يا كابتن. الله يخليك. لا استغفر الله، العلم ملوش كده يا استاذ، انت انسان عامل زي السفنجه بصراحه، عامل تشوف اي معلومات وتسال وتاخد وتدي وكده لغايه ما تاخد المعلومات وتوقف وتحاول وتطبق وكده في حاجه تفرح يعني الحقيقه. طب المواقف اللي حصلت يا كابتن فتحي وانتم مع بعض في الجهاز، حضرتك كمدير فني وكابتن لطفي مساعد معاك في الجهاز، مواقف سواء في الملعب او حتى في المعسكرات، يعني كان ايه اللي بيحصل او الوضع كان بيبقى عامل ازاي؟ لا مش بيحصل، شوف طالما في نظام يحصل كل نجاح، يعني بنجاح بين الاثنين، المهم المنظومه كلها تبقى هي، يعني لما رحت كان ممكن اجيب اي حد مثلا من عندنا من نادي من الاهلي او اجيب حد من النجوم اللي هو كبار، لكن هو الكابتن لطفي فرض نفسه، لان انا كنت بعد دراسات المدربين هنا في مصر قبل الكلام ده في الثمانينات، وكان مع هيدر جولت وكده، فاثبت وجوده، فحسيت انه فعلا كان في الاول كان مشروع مدرب لغايه ما بقى مدرب كبير دلوقتي ولف افريقيا، ويعني عمل شغل جامد وربنا يوفقه، واصبح دلوقتي من اساطير كره القدم في المقاولين العرب، فدي حاجه تفرحنا وحاجه تطمن ان مصر فيها كفاءات وقيمه مدربين كبار، بس للاسف ما بنعرفش نستفيد بيهم صح، يعني الكابتن لطفي كان لابد ان يستفاد منه من خلال النادي او من خلال البلد او من خلال الانديه احسن من يعني من اللي انا شايفه دلوقتي، يعني هو المعلومات اللي عنده والخبرات اللي عنده لابد انها تنعكس على اللي اقل منه سنا. حقيقي. اللي اقل منه كفاءه او كده فالمهم، لكن هذه الحياه ربنا يوفقه، وربنا يوفقه كمان ان يعرف يكمل مع محمد سعيد حلقه، لانه محمد ده
يعني انا بقول اللي قاعد قدامك ده كابتن لطفي ده محاضر ومراوغ و ما شاء الله عليك حاجه ما شاء الله يعني. الله يخليك كابتن فتحي، انا مش عارف انا مش عارف اسالك كده سؤال تاني خلاص. الله يا كابتن فتحي، ده انت ايام حضرتك صعبه على محمد اصلا. لا خالص والله. طب بدورك بقى كمحاضر وفكره المحاضر دي بتبقى سهله، يعني المحاضر ده تخطى فكره المدير الفني لان هو بيدي دورات وبيثقف كل المدربين الجدد في الفتره اللي جايه. الكره المصريه محتاجه ايه يا كابتن فتحي الفتره اللي جايه؟ يعني عندنا خبرات في افريقيا، كابتن لطفي نسيم اشتغل في افريقيا واشتغل مع منتخب بروندي وكان خيره سفير للكره المصريه، وحتى الكره الاوروبيه او المدربين في اوروبا ابتدوا يعملوا ده دلوقتي مؤخرا، لكن مصر كانت سبقت في ده من سنين طويله. لكن دورك بقى كمحاضر دولي، ايه الرساله او ايه الفكره اللي ممكن من خلالك تتقال لكل القائمين على الكره في مصر عشان نبقى عندنا كوادر يستفيدوا من خلال خبراتكم، سواء اللي اشتغل في افريقيا او حتى كمحاضر دولي كبير زيك يا كابتن فتحي؟ اهم حاجه يا ابو كباسل، اهم حاجه وزي ما اقولها العلم والخبره. العلم والخبره يكسبوا اي حاجه. من ايه؟ يعني يكسبوا الصداقات والعلاقات والتربطات. فاحنا الكره المصريه اديرت في فتره من الفترات وكل في مدربين كفاءات كويسه لكن كانت الصداقات والعلاقات والتربطات لها دور في ان في مدربين يعملوا في المجال تمام يسبقوا زمايلهم اللي هم احق اصحاب الخبره والعلم. فيا ريت يعني الاتن يعني ايه تنقلب شويه او الوضع يتقلب شويه ونفكر في العلم والخبره، لان بالعلم والخبره ممكن نقدر نفيد كتير. اللاعب هيستفيد والمدرب الصغير هيستفيد، لكن لما انت ما تهتمش بالعلم والخبره وتهتم باصحاب الثقه والصداقات والعلاقات دي ما بتاكلش عيش في الكوره دلوقتي، واعتقد انها ما بتعيش كتير. لكن صاحب العلم وصاحب الخبره هو المدرب اللي بيعيش كتير. اكيد اكيد. كابتن فتحي نصير المحاضر الدولي والافريقي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وذكريات طيبه وفتره كانت ممتازه مع الكابتن او كابتن لطفي نسيم، كنت مع بعض في منتخب عمان فتره كانت مميزه وكل التوفيق ليك يا رب ونلتقي بك على خير يا رب خلال الفتره القادمه. ربنا يديله الصحه يا رب. استرجعت ذكريات ولو بسيطه حتى من فتره عمل سابقه. انا كابتن فتحي يعني حضرتك يعني بجد بجد موسعه في كل حاجه. يعني احنا كنا قاعدين في عمان في فيلا مع بعض عائليا. يعلمك النظام، يعني انا الحمد لله يعني ايه منظم، لكن مع كابتن فتحي ده عارف انت حضرتك السيف كده اهو بالميعاد، ننزل ملعب بالميعاد، الحاجات نحضرها، ننزل قبل اللعيبه نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا كنت لسه في بدايه العمل التدريبي اتعلمت منه الحاجات دي كلها. بعدين في الملعب صبور جدا، علاقته مع المجتمع كله ودي مهمه جدا. يعني احنا بشوف ناس يعني ايه زي المدرس حصه وياخد بعضه ويمشي، لا ده الكابتن بعد التمرين وقبل التمرين ويقعد مع ده. فبرضك كانت احنا مع استاذ الكبير ومجموعه كبيره من اخوه المدربين برضك احنا معفف في الكلمه احنا اللي عملنا الكوره في سلطنه عمان. احنا كانوا جم رؤساء الاتحاد يا جماعه احنا ما نعرفش حاجه، انتوا مصر، انتوا المصريين، اعملوا اللي انتوا عايزينه. وكان ساعتها الله يرحمه الحاج مصطفى كامل كان خبير في وزاره الشباب، هو اللي قدر يجمعنا بالمجموعه دي كلها وعملنا شغل جامد قوي. احنا كان الكابتن فتحي ماسكين الفريق الاول وبندور في المدارس نعمل دوله مدارس عشان نجيب لعيبه، ما دي حاجات دي نتعلمها. فعملنا دوره وعملنا كذا وكذا وكذا، سلطنه عمان خدت دوره الخليج. احنا اللي عملناها كابتن فتحي وكابتن علي ابو جريشه، صنعتوا الكوره هناك. ناس قالوا لنا كده احنا ما نعرفش حاجه، انتوا مصر، انتوا مصريين. فعملناها ما شاء الله عليهم الوقت بتقدموا ملاعب على مستوى عالي، بس هم كانوا يوفروا لك امكانيات وانت بتشتغل. خدناها سلطنه عمان حضرتك دي مش دوله في الخليج صغيره، انت بتركب طياره من مسقط لغايه صلاله ساعة وربع، كأنك رايح بومبي من مسقط لبومبي نفس المسافة. ومن آخر حدود التانية على حدود الإمارات. وناخدها من أول البريمي كان ماسكها أستاذنا برضك كابتن شوقي عبد الشافي ومعاه كابتن ناجي خليل، وإحنا في صلالة كابتن شاذلي وكابتن محمد رياض، وإحنا في مسقط كابتن أبو العز في مجموعة في حتة اسمها صحار. نادي في هناك نادي مسمى بالاسم نادي صحار. لا ما البلد اسمها صحار.
وكان معاه كابتن ابو العز وكابتن اسماعيل حفني وكابتن حمد عبد الحميد ومجموعه كبيره قوي كده. تعرف حضرتك انت لما تجيب عفوا في الاسلوب يعني منخل وعايز تصفق حاجه كده، نزلنا كل الحاجات اللي الصغيره خالص وعملنا كوره في سلطنه عمان وما شاء الله عليهم امكانيات عاليه. وده حصل في كذا مكان كمان، يعني في تطوير حصل في بعض الدول كانت من خلال كوادر مصريه اشتغلوا في فتره سابقه. وفاكر كمان حضرتك انك تشتغل في افريقيا او في منتخب برونزي من خلال السفاره، ده حصل حتى مؤخرا في الدول الاوروبيه لما ابتدت ترسل مدربين بدعم من حكومات هذه الدول للدول الافريقيه، حصل في السنغال، حصل في غانا، حصل في غينيا، حصل في برونزي. أيوة حصل بالضبط. في منتخبات كتيره، اوغندا، حصل في كل ده. هو انت حضرتك يعني بنتكلم على الكره الافريقيه، الكره الافريقيه مش زي مصر بس هيسبقوا. طب ما في نسبه كبيره منتخبات كلها اتطورت. ليه بقى؟ يعني انا ما كنت في غانا، ويعني الحمد لله انا كنت المدرب الوحيد اللي في غانا، جت ظروف كده يعني البيزنس عندنا في شركه بنين العرب موجوده في افريقيا في كل مكان، ارا كونتراكتور في غانا ليميتد، فرئيس النادي هناك اسمه درافز، نادي درافز معروف طبعا، اللي هو منه الاخ للكابتن جون انتوي. فجاي هنا مصر بيزنس مع الشركه بتاعتنا، فسال ابراهيم بيه ما احنا بربنا يديله الصحه، قال انا عايز مدرب. انا كنت في فتره المقاولين العرب كان بيقع ال 11 وكان 12 فرقه وجابوني مدير فني، انا اشتغلت 5 سنين مدرب مع الكابتن بدوي عبد الفتاح الله يرحمه، مع مستر مايكل سنتين، مع الكابتن عبد المنعم الحاج، مع الكابتن فتحي نصير واشتغلت مدير فني 3 مواسم. لما جيت مسكت الفرقه احنا برضك يعني ايه كنا قريبين للعيبه وعارفيننا وكده، فالحمد لله وصلت بيهم الخامس من ال 11 للخامس وما حصلش نصيب وكملوا. انا سافرت بره تاني وجت برضه تانيه جابوني تاني في فتره تانيه وفتره ثالثه. المهم حضرتك ان انا ليا ذكريات جميله مع نادي المقاولين العرب، لان احنا انت عارف حضرتك لما تكون انت بتاسس اسره او بتاسس بيت وانت طرف فيهم بيبقى لك الفخر لما تبقى تشوف الابن ولا الاسره دي بقت كبيره. المكان اللي انت اتربيت فيه او لعبت فيه. احنا نادي المقاولين العرب ده كانت يعني بدائيات، فانا كان ليا الشرف ان انا لعبت مع الكابتن سعيد الشيشيني ودربت الكابتن سعيد الشيشيني وكان زميل ليا اسيست النيم فيه وانا مدير فني الفريق الاول. قيس على كده بقى مجموعه كبيره، يعني انا لو اقول لك انا مثلا لو تسمح لي اقول لك انا اللعيبه اللي انا مرنتهم. اتفضل. يعني مثلا الكابتن علاء نبيل والكابتن شوقي غريب والكابتن مجدي عبد الغني لما جه من المارك كنت انا المدرب هناك، جون انطوان بيل شيشيني، كابتن رضوان علي شحاته، المرحوم ناصر محمد علي، كابتن عبوده، كابتن جمال سالم، عبد الرزاق كريم احسن لعيب في افريقيا طبعا، كابتن حماده المصري، كابتن زمزم، احمد سليمان، كابتن احمد سليمان اللي هو حارس المرمى، حارس المرمى كان عندي هو وفي مجموعه واحده هو وكابتن بنسى اسمه وكان لعيب كبير قوي، وبعدين كابتن احمد كشري، كابتن محمد يونس، عبد الناصر محمد اللي هو مدير فني اف سي مصر، كابتن نبيل ابراهيم العقباوي اللي هو مدرب حراس مرمى بيراميدز، كابتن علاء عبد الغني اللي هو مع المقاولين العرب دلوقتي، مع كابتن محمد النحاس، وبعدين في بقى عبد الله رجب، محمد عوده، وزيزو، مصطفى صادق، والرمادي، واحمد سليمان، وعصام مرعي، ايمن الرمادي كمان. ايوه كابتن كان عندي جميل. ايمن الرمادي عايز اقول لك في دوري الخليج العربي في مرات مكسر الدنيا. ما شاء الله. احنا هو اشتغل سنه في نادي اسمه ظفار وانا كنت في مرباط هناك، هو حاليا اعتقد عجمان الاماراتي، هو عجمان اما كان معايا في سلطنه عمان بروفيسير بروفيسير. انا بقول لحضرتك محمد، انا كان معايا هنا في حلقه من سنه، انا مش عارف ازاي كابتن ايمن الرمادي مش شغال في مصر. ما بقول لك حضرتك هناك الناس في الامارات مش عايزه تسيبه. ودوري الامارات على فكره يا جماعه، الدوري الخليجي العربي في الامارات دوري قوي جدا ودوري منظم بشكل غير طبيعي، والكابتن ايمن الرمادي من الاسامي اللي معاها لايسنس بروفيشنال في اوروبا. ف للاسف هو في مدربين واخدين كورسات تدريبيه في اوروبا ويقدروا يشتغلوا حتى في منتخبات اوروبيه، لكن بصراحه الخليج بيستفيد بيهم. انا اتمنى يكونوا موجودين في الدوري المصري قريب والله، من ضمنهم الكابتن ايمن الرمادي. انا اشتغلت في الخليج برضك، يعني انا لعبت في الخليج واشتغلت في قصدي في, في في دبي، نادي الفجيره اللي هو في الدوري الممتاز دوت، ونادي الرمس هناك، لكن معظم وقتي كله او شغلي كله كان في سلطنه عمان، لان مرنت النادي الاهلي، مرنت مرباط 3 سنين، مرنت نادي النصر لعبت بيه بطوله اسيويه في
نستنى الدور قبل النهائي يعني. بس كل الاسامي اللي حضرتك دربتها يعني دلوقتي والسيد الكابتن سيد عيد معظمهم كلهم مديرين فنيين. انا اصل حضرتك انا بديت بدري، انا بديت 24 سنة. عشان اتكسرت، فكنت حابب الشغلانه، وبعدين تتلمذت على مجموعه كبيره تسمح لي ممكن اقولهم يعني اساتذتنا الكبار كلهم، يعني مثلا مرحوم كابتن فؤاد صدقي، استاذنا الكابتن عبد الصالح الوحش ربنا يديله الصحه سعاده اللي هو عبد المنعم الحاج، المرحوم كابتن ريم الوحش، كابتن بدوي عبد الفتاح، ما دي خبرات كلها اللي بيتكلم عليها كابتن بدوي، مستر كرامر، مستر كرامر كابتن ابو رجيله، مستر هيدرجود، الدكتور طه اسماعيل ربنا يديله الصحه استاذنا، ربنا يديله الصحه يا رب، الدكتور عمرو ابو المجد، دكتور محمود ابو العينين، دكتور المفتي، دكتور طه الطوخي، مستر مايكل، يعني انت حضرتك لما تاخد من كل واحد دي مدارس. ما دي مدارس، كلها مدارس. فكنا بنتعلم من الناس دي كلها، يعني مستر هيدرجود ده سفرني اليمن، سفرني اليمن، طلعت الزمالك كابتن فتحي، انا كنت اول الدفعه وهم طالبين الاتحاد المصري عايزين مدرب، فقال لي روح اليمن، انا لسه صغير، روح ب $2000 في الفتره دي، عملت شغل ولعبت قبل نهائي كاس مع نادي اهلي الحديده، نادي صنعاء، وعملنا شغل كويس، بس حصل ظروف بقى طبيعيه، زلزال حصل هناك فمشينا. فهي حضرتك يعني الخبرات بتاعتنا خدناها من اساتذه كبار، ناس تحترم، ناس تنطلها كده، يعني ما كانش في حد يعني يتعامل معاك الا كانك كابن. يعني الكابتن فتحي نصير ده اله ربنا يديله الصحه، والله والله يا محمد بيه انا ما شفت انسان في مجال الكوره بنفس كده، اخلاق طيب، كريم، مصلي، استاذ، يرفع بايد الناس، يعني فضل ربنا والكابتن فتحي عليا لغايه دماغي والله العظيم، فربنا يديله الصحه والعافيه. اكيد. طيب معنى كلام حضرتك ان الدور المصري في تطوير الكره في افريقيا كان دور فعال، صح؟ بالظبط. الدور الفعال بقى في فكره انك بتطور الكوره كمنتخبات عشان تحقق نتائج، ولا تطوير الكوره في افريقيا كان الفكره نفسها كانت جايه ازاي، او الفكره نفسها عشان تطور الكوره كانت ازاي؟ هو حضرتك في، انا ما اشتغلت في غانا، خدت اكسبيرينس كبير قوي قوي من مجموعه حاجات، نمره واحد ان انت في غانا نفسها في الدوري البريمير ليج هناك في نادي اسمه تشيلسي الغاني، ملاعب النادي الاهلي قبل كده بطوله افريقيا، وارسنال، ارسنال اكاديميه هناك، وفي نادي اسمه كينج فيصل، وفي طبعا كوتوكو عشان تكون وهارت اوف اوك ومجموعه فرق تانية هناك، دي بيعملوها يعني بيصرفوا على الفرق دي كلها عشان عندهم ناس شغاله بس للحته دي، يشوفوا اللعيبه اللي بتعمل ايه. مميزات افريقيا اللي تخلي اوروبا تعملهم، العوامل الطبيعيه بتاعتهم بتديهم لياقه بدنيه عاليه جدا. مظبوط، لياقه بدنيه عاليه جدا. يعني انا مثلا لما اجي اعمل فتره اعداد هنا 45 يوم لفرقه بتاعتي في مصر، هم ممكن بالظبط كده اسبوعين بالكتير تعمل لهم مباراه، لان عندهم اللياقه البدنيه اسمها اللياقه الفتريه بالطبيعه نفسها، فبيجوا بسرعه. المسلز بتاعهم اللعيبه ده مع مرونه طبيعيه طبيعيه، يعني عندك لعيبه، انا ما كنت في غانا دي اثنين لعيبه لعبوا في فريق في ايطاليا وهم عندهم 19 سنه، ولد اسمه لعيب وواد اسمه ادسيدو، وهم صغيرين ما شاء الله المسلز بتاعهم كده وجسم عضله وعايز ياكل. يعني انا اقول لحضرتك قصه بسيطه جدا في بروندي، صدقني والله يا محمد بيه، انا كان بيجوا لي اللعيبه بعجله تمام، اشتغلت معاهم وعملت معاهم، ما كنلوش يا كوتش لطفي ودادي، فقال لهم انا همرنكم وهورب لكم الباب بس وانتوا افتحوه. مره بلعب في جنوب افريقيا جالي لعيب عندي راكب عربيه، متعين جدا. ها؟ متعين جدا. ليه؟ عوامل الحياه بتاعتهم عايزين ياكلوا، فقراء. اللي جنبي جالي بعجله دوت، والله جالي بعربيه مش هقول ماركتها، اعلى اغلى عربيه في العالم بعد كده في جنوب افريقيا بريتوريا، جالي هناك وكابتن وبتاع ومش عارف ايه، وده راح هنا وخمسه سته راحوا في تنزانيا عملوا هنا، وواحد عندي كلاعب كان بيلعب اما كنت بدرب في السودان كان بيلعب مع الكابتن عصام الحضري اسمه سليماني في نادي المريخ، نادي المريخ مشي من المريخ راح في فرقه اسمها ليتوانا في البانيا، وفي اوروبا وفي هنا، فهم اللعيبه عايزين، طول ما انت عايز حاجه وتسعى لها هتوصل لها، طموح. لكن احنا هنا، انا مش هنقد، بس احنا هنا جبت العربيه وخدت، جبت الشقه اللي انا عايزها ومعايا 5 6 مليون جنيه، خلاص وصلت لغايه مرحله كده بقى اعمل اللي انا عايزه منه. لكن في فكره الطموح ما بين لاعب والتاني. لكن في لعيبه بتزود لحاجه، يعني مثلا هدي مثلا لحضرتك كابتن احمد فتحي.
ده نموذج للعيبه اللي هي لعيبه فعلا. انا اول مره اشوفه كنت بدرب في الامارات، وكان الله يدير الصحه صديقي الغالي وعزيز قلبي كابتن حسن شحاته كان ماسك منتخب الشباب، فراح يلعبوا في كاس العالم في الامارات سنه 2003 بالظبط. كنت انا ماسك نادي اللي هو الفجيره اللي هو في الدوري الممتاز، نادي الفجيره. كان الكابتن واخد مجموعه الشباب دول منهم سيد معوض وحسن عبد ربه والله يرحمه محمد ابو وهاب، كان حته لعيب رحمه الله عليه، واحمد سعيد من الاسماعيلي، واحمد سعيد واحمد وعماد متعب والمجموعه دي كلها، والاخ بتاع الاسماعيلي ده مشهور قوي لعيب قوي، حسن عبد ربه. فكانت مجموعه طلعت معاه، وكابتن حسن برضك يعني ورضا متولي مجموعه محلة كبيره قوي، دخلوا طلعوا مع بعض، وهم دول اللي كملوا الثلاث دورات مع اسطوره كابتن حسن شحاته. المجموعه دي كلها فاتفرجنا على لعيبه عايزه تاخد ودي مهم جدا. انت حضرتك لما بتيجي تواري بالباب كده عشان شويه هواء بيجيلك شويه هواء بتاخد نفسك، لكن في بعض اللعيبه بتصون النعمه وتبقى كويسه، وفي لعيبه بتتنسي بعد فتره بسيطه رغم انها ممكن تكون حاجه كبيره قوي بالنسبه. هو الطموح والمنتاليتي او العقليه بتاعت كل لاعب عايز ايه او هدفه ايه بالظبط، ده بيختلف من اللاعب لتاني. في يعني مثلا في المغربي محمد صلاح كان تفكيره مختلف بالظبط، فوصل لمرحله دلوقتي من اهم ثلاث لعيبه في العالم بالظبط، فهي بتختلف وحافظ وحافظ على مستواه وحافظ على النعمه اللي جات طبعا طبعا، وطموحاته لاعلى من كده وده الشيء كويس، بس مش طموحاته ابص فوق. يعني حضرتك محمد بيه، انا لما اكون ماشي وابص فوق هتخبط، ابص تحت هتخبط، بص قدامي. هو بص قدامه ما شاء الله عليه، وبندعي له ربنا الحمد لله. الخبر النهارده طلعت ان هو الحمد لله كويس وسليم ان شاء الله، كل حاجه وان شاء الله يتعافى ويجي لنا ويلعب معانا، وان شاء الله يكسبنا باذن الله هو وكل زمايل المنتخب ان شاء الله. طبعا كلنا مع مصر، كلنا مصر وكلهم باذن الله يكونوا فايده للمنتخب. طيب الله. المدربين المصريين اللي اشتغلوا في افريقيا مين ابرزهم او اللي نجح بنسبه كبيره؟ هو في كابتن شريف الخشاب اشتغل بره، وكابتن احمد كشري راح جيبوتي وتشاد وفي كان كابتن مصطفى عبد الغالي زمان اول واحد سافر كان لعيب كبير في نادي الاهلي كابتن مصطفى عبد الغالي، لكن اكتر واحد عمل حاجات هناك وانجازات الكابتن ايمن اليمني، انه عاش كتير قوي، واخر حاجه مرنها سيشل دي منتخب سيشل او مش عارف اسم منتخب كده سيشل مرن هناك. هو ده كان احسن حاجاته، اشتغل مدرب لمالي مدرب منتخب مالي، لكن كانت محدوده بقى. ايه هي الحدود بتاعتها؟ ان السالري بتاع كده مش انا واحد الناس رحت ما يشجعش انك تستمر. انا رحت ب 2500 دولار الاول خالص، بس كان نفسي امسك منتخب. اما تتصنف مدرب منتخب استاذ محمد، في فرق بين مدرب لمنتخب ومدرب نادي. انا دربت نادي ودربت منتخب، يعني النادي انت مقيد ب 30 لعيب، لازم تعمل طريقه اللعب اللي تناسب امكانيات لعيبتك. المنتخب اصعب. المنتخب اسهل في ايه؟ اسهل ايوه، لان انا كل ماتش اغير ال 30 لعيب بجيب اللي مساحه قاعده الاختيار اكبر بالظبط كده، ففي فرق بين ده وبين ده. يعني الحمد لله يعني كنت برضك اشتغلت هنا وهنا، فهي القاره الافريقيه عندنا بيتطوروا، والمدربين اللي كانوا موجود سابوا بصمات. طب ما احنا في الخليج كله، دكتور طه توخر الله يديله الصحه والعافيه، استاذ عبده صالح، دكتور طه، هم المؤسسين الخليج. لما راح الكوره هناك يعني لما انت حضرتك راح نادي الزمالك، مجموعه كبيره من نادي الزمالك ونادي السكه حديد، كان الكابتن كرم ربنا يديله الصحه وكابتن مصري لعبوا في الكويت. احنا اللي عملنا الكوره في الدول العربيه، احنا اللي عملنا الكوره في الدول العربيه، يعني مصر هي الدنيا. بس هي المشكله دلوقتي ان احنا كمدربين في ناس كتيره بتثقف، يعني اقول لحضرتك على حاجه، انا لا بعتب حد ولا بلوم حد، في ناس بتمرن في الدرجه الممتاز عن تدريبات برشلونه وريال مدريد اللي بتيجي على اليوتيوب. دي امكانيات ودي امكانيات، انت فاهم حضرتك قصدي ايه؟ فاهم قصدك ايوه. وفي مدربين عندنا عظماء عظماء، يعني لو عايزني اذكر لك 30 واحد مصري عظماء في التدريب، يعني كابتن حسن طبعا، كابتن حسام البدري مدرب كويس جدا وبتمنى له التوفيق ان شاء الله، كابتن حلمي طولان، كابتن فاروق جعفر، الكابتن طلعت يوسف، يعني دول الجيل اللي هو بتاعنا احنا، كابتن رضوان، علاء نبيل، طلع مجموعه كبيره قوي كده. سامي قمصان، سامي قمصان ده هيبقى مدرب عظيم جدا جدا جدا، لان انا اخدت معاه دراسات كان ليا الشرف، وكان دايما يسالوني كده، هو كان ساكن جنبي بنروح سوا،
ما شاء الله هيبقى مدرب عظيم اخلاقيا وكل حاجه. المدربين الاجانب اللي بيشتغل معاهم، نعم يعني المدربين الاجانب اللي اشتغلوا في النادي الاهلي وكان كابتن سامي موجود في الجهاز، كنت دايما بسمع من المدربين الاجانب عن افكار وقدرات كابتن سامي في التدريب. انا ما اعرفش هم قالوا لك حصل ده مع بس كارتيرون. انا بقول لك من الحاجه اللي شفتها يعني حاجه يعني حقيقي. كنا نقعد مثلا في الدوره الاخرانيه دي في لايسنس دي من 3 سنين بيقعد يسالني اسئله تحس ان هو مدرب عظيم، عنده فلسفه وعنده افكار كويسه ومؤدب ومحترم ومتزن وكل حاجه. ده حقيقي. وفي نفس الوقت ده مشروع مدرب عظيم لمصر ان شاء الله باذن الله. طيب هل ممكن في الفتره القادمه منتخب افريقي ينافس على كاس العالم؟ يعني انت اشتغلت في افريقيا وعارف الايجابيات والسلبيات، هل ممكن نصل لمرحله ان في منتخب في افريقيا ينافس على كاس العالم؟ يعني بص حضرتك السؤال دوت جميل وصعب قوي. ايه هو الصعوبيه بتاعته؟ العالم دي سبقونا بكل حاجه. انت بتتقدم اوكي، لو بتتقدم بسرعه هم كمان بيتقدموا، يعني تعرف مساحه اكبر. فالمساحه بين هنا وبين هنا اكبر، هو مفيش حاجه بعيده بس بتبقى صعبه جدا جدا. يعني مثلا حضرتك لما انت بتتفرج على ليفربول او بتتفرج على تشيلسي او بتتفرج على برشلونه او ريال مدريد، اللاعبين الافارقه هم ليهم الدور الكبير وبيتجنسوا. بس هي الفكره حضرتك ايه؟ ان هم بياخدوهم، ادي حته برضك مهمه جدا، وهم صغيرين 15 سنه بيروحوا الانديه هناك الصبح بيكنسوا ملاعب واوض اللبس والحاجات دي ويشتغلوا في المطابخ وبيدرسوا تعليم. وهذا الفرق بين الاكاديميه اللي هم الناس بتعملها والاكاديميه عندنا. الاكاديميه معناها ان انا باخد الطفل الصغير اعلمه تدريس كعلم اعداديه ثانويه وكوره، مش بس انا اخد كوره بس كده وحاجات، لا. فهم بياخدوه من الصبح ينظفوا الغرف اللعيبه والنادي والحاجات دي كلها ويتغدوا ويدرسوا وبعد الظهر يتمرنوا. فعايشين معايشه في النادي، مستواهم بيرتفع، بيتعلموا تدريب الكوره على اصول العلم واساليب العلم. يعني ايه اسلوب العلم ده؟ يعني عفوا في الكلمه يا كابتن محمد، مش سهل. الفهلوه ممكن واحد يفهلو على اي حد كده اهوت ويطلعك مقنع، لكن لما تيجي تشوف تلمس الحاجه ما تلاقيهاش. فالتدريب ده علم ومصابره تمام واقرا. واهم حاجه في التدريب يا محمد بيه انك انت تبتكر تبتكر تبتكر. يعني اقول لحضرتك على حاجه، صدقني والله انا 95% من تدريباتي ما بشوف حاجه نموذج من حد وانا ابتكر عليه. ليه؟ عشان ما اقفش في حته معينه. يعني مثلا في مساحه صغيره 4-4 في مساحه صغيره بيعمل حاجه كنترول وتحركات وكده، لو انا عملت مساحه كبيره وعملت لمسه ولعبه بدي تحمل، يبقى انا التمرين دوت انا ببني عليه حاجات معينه لازم اعيش 24. يعني مثلا رحمه الله عليه استاذنا الكبير كابتن محمود الجهري كان ليا الشرف ان انا كنت هشتغل معاه هنا، ما شافني في عمان وهو في عمان كلم الكابتن فتحي مبروك ربنا يديله الصحه بيتفرج على تمرين عندي، كنت انا بطلع بطوله اسيويه وهو جاي معسكر في بلد اسمها صلاله 3 اشهر يا محمد بيه ما فيش شمس في الخليج كله، ما فيش البلد دي كده، ففيها عمل معسكر هناك، فجاي بيتمرن بلعب بدرب نادي النصر، نادي النصر كبير هم هناك الظفار والنصر والاهلي، فمرن انا كده فمع الكابتن فتحي قاعدين وكان معاه دكتور جزائري منتخب عمان، فالمدلج بتاعنا هناك فبيقول لك كابتن سمعت الكابتن جورم بتتفرج على التمرين بلطف سين ده مسابق سنه قوي 20 سنه مدرب كذا وكذا وكذا وكذا، لما الكابتن جوهري يقول لي انا عشت معاه هناك لما يقول لي انا كده دي شهاده بقى اكثر من اطلع شهادات. ولما انا انزل مصر لطفي اعصد ده ممكن تشتغل معايا، فجي لي جه مكاني احسن مني 100 مره كابتن محمد ابو العز استاذي محترم لعيب دولي ودراسات ومدرب عظيم، مدرب عظيم جدا جدا. كان مع كابتن الجوري في المنتخب ساعتها. لما كان اللي هو حرب وكابتن سمير زاهر نائب رئيس الله. فطبعا كابتن جوهري ده بقى حاجه تانية تحطه بقى ايه؟ يعني انت عارف حضرتك زي ما تقول خوفه وبعدين اهرام التانية. كابتن 16 ساعه يذاكر. 16 ساعه لما يكونش عنده تمرين يذاكر. ليه فكر معين. حاجات ما اتعلمت منه. ده سبق الكل كمان لما كان بيتفرج على ماتشات اوروبا من خلال الدش وكان ساعتها طبعا الدش والريسيفر الميديا دي كانش زي دلوقتي. فكان من الناس اللي كان بيتفرج وكان دايما عامل مكتبه. ايوه. يسجل الماتشات ويتفرج غرفة على الماتشات وي... لا كابتن جوهري كان مدرسه الله ده برضك اسطوره واللي ربنا يديله الصحه يا رب يخلينا الدكتور طه ده استاذنا الكبير يعني. طه ربنا يخليه. لا استاذ فعلا يعني علمنا حاجات كتير منه وربنا القامات دي كلها يحافظ عليها يا رب. طيب القاره السمراء دلوقتي هل المنتخبات في اوروبا او المدربين في اوروبا
ابتدوا فعلا يكون لهم دور قوي مع المنتخبات الافريقيه؟ يعني انا اعرف ان المدرب بيبقى جاي منحه حكوميه من الدوله، سواء مثلا لو دول او فرنسا هترسل مثلا ثلاث اربع مدربين منحه حكوميه من الحكومه الفرنسيه للاتحاد او لدوله السنغال، غانا، زامبيا، كوت ديفوار، ده بيحصل. هل الامور دي طورت الكره الافريقيه او صنعت فعلا اجيال من المدربين او حتى من المنتخبات؟ هو سؤال حضرتك ده يعني انا عشته هناك. هي الفكره مش كده، هم الفرق اللي هي بتيجي منح لدول بتبقى دول يعني سكند ستاندرد، ثاني مستوى. لكن الفرق الكبيره عندها مدربين طبيعه، يعني حتى الانديه كمان ومنتخبات عندها فلوس. يعني ما تقول الكاميرون والسنغال والهند، انا بقول على سبيل المثال. لا حضرتك كده. لكن هم ابتدوا يثقفوا نفسهم، ما بقتش هي كوره جري ولياقه وحاجات كده. بس السنغال، انا فاكر برونو ميتسو الله يرحمه لما كان ساعتها مدير فني للسنغال كان منحه من الحكومه الفرنسيه. كان في حتى فليب تروسيه المدرب السنغالي لما مسك بوركينا فاسو كان منحه. انا اقصد ان الفكره، هل الامور دي فعلا صنعت اجيال مدربين؟ لان حتى اليو سي سي من المدربين او الناس اللي كانوا بيلعبوا في منتخب السنغال استفاد من برونو ميتسو بعد كده وبقى هو المدير الفني. هو اللي حصل ايه؟ انا واحد الناس خدت خبره ازاي؟ ما كنت مساعد للكابتن فتحي، استاذ كبير. اما اشتغلت مع لواء عبد المنعم الحاج، مع الكابتن ابراهيم الوحش، مع مجموعه كبيره من مدربين، خدت خبرات منهم، كابتن بدوي، خدت خبرات. لما باخد الخبرات دي انا بطبقها على لعيبتي. احنا قلنا حضرتك ان الحياه الماديه بالنسبه لافريقيا هي العامل الرئيسي، ان كل واحد من اللعيبه عايز، يعني مش مهم التعليم، المهم ان هو يبقى لعيب كوره، يبقى باب خير لاهله واسرته كلها. خدت بالك؟ فدي بتديله درجه اهتمام. يعني مثلا كنت في بوروندي بعمل تمرين الساعه 5 الصبح، اصلي الفجر واخد عربيتي واروح التمرين، الاقيهم كلهم موجودين. عايزين يبقوا وبقى مستواهم عالي جدا جدا. يعني احنا ما كنا بلاعب، انا في بطوله افريقيا في جنوب افريقيا عملنا ماتشات مع الجابون، مع انا كسبان موريتانيا وتعادل مع الجابون، وكسبان فرقه اللي هي بعد سيرليون دي. ده موريتانيا دلوقتي اتطورت تطور رهيب، كابتن كسبانهم ثلاث مرات 3-1 3-1. ده دلوقتي موريتانيا حاجه ثانيه. هي اصلا الرئيس هناك بيحب الكوره قوي، احمد ولد يحيى. بيحب الكوره قوي. وبعدين كان في الفتره دي كان بيدربهم، اللي هو كان بيدرب الاسماعيلي ده اللي بيلبس انسيالات اسمه ايه كده، كان بيدرب الاسماعيلي وكان بيدرب المنتخب هناك. فقابلته انا في جنوب افريقيا، والحمد لله يعني بكل كره بتتطور. كان عندهم لعيب ناحيه الشمال مش عارف اسمه ايه كده، بردك داده كده، ما شاء الله. فالدنيا بتتطور، بالدنيا بتتطور. لكن افريقيا بتركب الاكسبريس، بيطبعوا، عايزين الماده عندهم حاجه مهمه جدا جدا. الكره دلوقتي صناعه وده مدخل كبير لاقتصاد الدوله. يعني يجي يقول لك ايه، ما انا بقول لحضرتك انا في بروندي قالوا لك ده لطفي نسيم ده بيدخل دخل قوي صعبه، عشان 32 لعيب كلهم بالشيء الفلاني. صح. لعيب بيخش لي بيعالي راكب عربيه لاست موديل مع شركه كبيره، ما ده عايز ذكر اسمها. فهم كلهم بيجشتروا راح حتت ارض وعمل مزرعه وعمل حاجات وعمل مصنع عمل الشاي الحاجات دي كلها. شايفين دلوقتي ساديو ماني في السنغال، شوف وجوده هو حتى في ليفربول في الدوري الانجليزي وامكانياته اسمه وقدره، مدى تاثير ده على الدوله وعلى الجمهور هناك والمشاريع حتى اللي بيعملها لابناء البلد. سيدي رئيس جمهوريه دوله كان لعيب احسن لعيب في العالم. جورج وايا في ليبيريا. يعني حضرتك شوف الشعبيه بتاعته، مكسر الدنيا في ايطاليا. بالظبط جدا، كان لعيب جامد جامد جامد. وهو اصلا الحب ده ليه كان بيعمل لهم معسكر بفلوسه هو الخاصه. ده هو كان اللي بيصرف على منتخب ليبيريا. ما انا بقول لحضرتك كل التفاصيل. طب يعني كده ده الحب، وهو كلاعب كوره كان فاز. يعني خدت بال حضرتك؟ فالكوره في افريقيا بتتطور بطريقه غريبه جدا جدا جدا. هي مشكله افريقيا دي الملاعب، البنيه التحتيه. ليه الملاعب هناك مشكله؟ انا كنت بلعب انا ملعب في بروندي ترتان، لان المطر كتير هناك. لما صعب نجيل طبيعي يستحاله. فتبقى صعبه، مش هتلاقي ملعب تاني. فهي كده البلاد دي كلها. بس الفيفا دلوقتي بصراحه يعني من خلال مشروع الهدف او مشروع بالظبط كده مع الشركات الصينيه. انا حتى في خلال سفرياتي في افريقيا مع النادي الاهلي لاحظت ان حتى الشركات الصينيه ابتدى يبقى ليها دور في بناء ملاعب واستادات وطرق. ما هو بيخشوا كده. وانا عايز ايه الفايده يكون عندي ملعب وحاجات زي كده، ملاعب وغرف لبس ولا. يعني انا كنت باخد السبوره بتاعتي معايا المغناطيسيه والثانيه باخدها معايا ودواتي، والله كنت بجيب كنزات. بعد كده لقيت كل حاجه هناك. فالدنيا بتتطور وبيجري بسرعه.
واحنا كمان بنتطور يعني، احنا برضك كمصر برضك الحمد لله يعني ما شاء الله يعني. بس مدى التطور اللي في مصر مش بنفس القدر اللي بيحصل في افريقيا، عشان كده يعني مصر بامكانياتها انا شايف ان احنا المفروض نكون في مساحه في كره القدم في العالم مش في افريقيا بس. يعني مدى التطور اللي في مصر في الكره المصريه تحديدا ماشي بمساحه محدوده، بدليل ان حتى في افريقيا لو بنشوف المعدل تاهل الدول الافريقيه يا كابتن لطفي في المنتخبات اللي بتروح كاس العالم مصر 3 مرات. يعني ده 34 و90 و2018 في منتخبات راحت كاس العالم، الجزائر راحت كتير 6 مرات و7 مرات، تونس راحت والمغرب راحت، الامارات راحت، السنغال نفسها، السنغال كتير قوي، الكاميرون ونيجيريا. نيجيريا واخد كاس العالم للاولمبيات الشباب، اولمبيات الشباب. يعني بيتطوروا كابتن، بيتطوروا جامد. دوره اولمبيه، دوره اتلانتا الاولمبيه كان مين اللي واخدها؟ طب انت عارف نيجيريا دي 140 مليون ما تعرفش تمشي فيها. كم؟ 140 مليون ما تعرفش تمشي فيها. يعني بقول لحضرتك بس مجانين كوره، مجانين كوره. هي يعني تروح كينيا دلوقتي، لان احنا كنا لما نيجي نسافر افريقيا في اي دوله لازم نروح كينيا يا اثيوبيا. اتفرج على الاستادات وتفرج على الملاعب وتفرج على الحاجات دي كلها، بيستثمروها زي ما انت قلت لحضرتك من الصين او من دول تانية، بييجوا يستثمروا لعيبه وياخدوهم ويبقوهم وياخدوهم ويعملوهم. انا فاكر الاهلي ملاعب تذكر الكيني، الكلام ده كان حوالي سنه 2013 2014، بنتكلم من 6 سنين، كان في ملعب اشبه بالملعب الفرعي. ايوه تذكر الكيني وجورماهيا بيلعبوا دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت واللي قبلها، ملعب شبيه باستاد القاهره الدولي. طوروا، ما الشركات اللي بتعمل لهم دي كلها، لان برضك يعني دول الصين والحاجات دي بتعمل حط رجليها في الحته دي. يعني انا بروندي لما رحت هناك ابتدوا بقى الغول يتغولوا، عملوا مولات وعملوا وعملوا وعملوا، بقينا نشوف حاجات يعني ما كانتش موجوده. فهم ليهم سياسه معينه بيتوغلوا وبيقدروا بيصرفوا وبيعملوا وبيعملوا، وناس ثانيه اللي مستفيد. يعني انا لما مصر تبعت لي مدرب ببلاش قالوا لا، لما مشيت انا بقى قالوا لي تعالى تعاقد ثاني عشان خاطر عملت كفاءه كويسه وكنت يعني الحمد لله كويس. فهم اذكياء برضك يعني، هم الافارقه اذكياء يعني، يقول لك احنا عايزين نتطور وبيجي لنا فلوس ما ناخدهاش ليه؟ وتطور وهيبقوا كويسين جدا وصراحه. لكن هم يخشوا كاس العالم نهائيات نسبه مثلا الامور بقى ما تبقاش مثلا امور شخصيه جوه المنتخب نفسه. لعيب شايف ازاي يعني مثلا غانا وصلت في مره مرحله دور ال 16 وكانت بتلعب مرحله دور الثمانية كان قدام منتخب اوروجواي. الكلام ده كان سنه 2010 بالظبط، كان على اعتاب التاهل للسيمي فاينل لاول مره منتخب افريقي يصل سيمي فاينل. ممكن بقى لقى ضربه جزاء، لعيب مستهتر في ضاعه فرصه، حصلت مع الكاميرون وحصلت مع نيجيريا. انا فاكر سنه 98 في فرنسا نيجيريا كانت من المنتخبات المرشحه على الاقل للوصول سيمي فاينل. ايوه خرجت قدام الدنمارك بنتيجه ثقيله 4-1. فاول المنتخبات الافريقيه دايما كده بتيجي لمسه غريبه، ثقه زايده. ايوه بس هتلاقي مثلا 10% لما ياخد كاس عالم مش مثلا بنسبه كبيره، لان دول بيتطوروا جدا يا استاذ محمد. ده حقيقي بيتطوروا جدا. طيب. جدا. طيب كلمه اخيره تحب تختم بيها حوارك او تقول في هذا الحوار، ايه اللي ممكن تقوله؟ خاصه كمان ان احنا بنتكلم في التطوير اللي بيحصل في الكره الافريقيه. منتخب بتسوانا بيدربه مدرب جزائري عادل عمروش لما كان موجود مع منتخب مصر. ده صديقي الشخصي بالمناسبه. مدرب الزمالك ده كان شصيجي ميتشو، كنا مع بعض في اوغندا، هو ماسك منتخب اوغندا بس احنا كان في دوره الثقافه دي فكان قاعد في فندق معايا. اسمه ده عادل عمروشي. ده هو اصلا واخد جنسيه بلجيم، بلجيكا. لكن هو مدرب عظيم ومحاضر وكان بيجي على القنوات الفضائيه اللي هي تحليل مباريات. تحليل مباريات، ومدرب عظيم جدا ومسك مدرب منتخب بعديه وانا جيت مسكت معاه في بوروندي. بس قعد فتره بعيد وفوجئنا بيه ماسك بتسوانا حاليا لما حتى كان بيلعب منتخب مصر مباراه وديه. هو كان بيشتغل في تونس. كان ماسك فرقه في تونس، الفرقه اللي كان فيها طارق عبد العليم دي تقريبا اللي هو مدرب حراس المرمى. طارق عبد العليم لف في كل الانديه التونسي، يعني اشتغل في الترجي منتخب، اشتغل في الصفاقسي، اشتغل في الافريقي، حاليا موجود في المنتخب التونسي بقى له 5 سنين من المدربين. بالمناسبه انا مرنته برضك في المرمى طارق. بس هو من المدربين اللي ليهم شعبيه كبيره جدا في تونس. هو اصلا كان في مدرب اللي هو مش معلول الثاني ده اسمه ايه، كان بيشتغل معاه في نادي وعجبه وهو جم مسكوا المنتخب. فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي. حاليا مسك منتخب ليبيا على فكره. فاشتغل لسه متعاقد مع المنتخب الليبي. فاشتغل معاه وهو مدرب كويس، واحنا عندنا مدربين كويسين، مدربين حراسة المرمى كويسين، عندك لازم اسماء كتير قوي مدربين عظام جدا في مجالات كتيره. يعني عندنا مدربين ناشئين كويسين جدا، عندنا مدربين في الشباب كويس، عندنا مدربين حراس مرمى، عندنا مدربين كبار في فرق كبيره. لكن طب ليه 50% منهم مش زي اللي هم التانيين؟ طب ليه بنفتقد في منتخبات الناشئين والشباب القدره على ان احنا نصل
لكاس العالم او على الاقل نحقق بطوله افريقيه، لان اخر مرحله من 2013 من ساعتها بقى لنا 6 سنين مفيش ولا منتخب قدر يحقق بطوله افريقيه او حتى يتاهل لكاس عالم. مرحله ال 17 سنه، مرحله 19 يعني هي المره الوحيده اللي خدنا برونزيه مع الكابتن شوقي غريب لما كنا بنلعب في الارجنتين، ورغم ذلك غلبنا 7. دي كانت بدايه البطوله قدام الارجنتين. طلعنا ثالث برونزيه، دي الحقيقه الموجوده الواقعيه الوحيده اللي دخلت اتحاد الكوره او مصر كلها بالنسبه للقارات كلها بالعالم يعني. بس في منتخبات افريقيه خدت البطوله نفسها. ايوه، ما هو انت حضرتك برضه كابتن لما تبقى عندك لعيبه صغيرين وبعدين بيكبروا مستواهم بيعلى، يطلع درجه اولى بتختلف شخصيته اللي انا بقول لحضرتك عليها، فرق بين اللاعب الافريقي واللاعب المصري. طموحاته ليميتد ان هو يجيب العربيه وكذا 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 ورايح جايب الشورت والحاجات دي كلها، لكن في لعيبه بتوصل. يعني انت لما تقول حسن عبد ربه ده يعني من اللعيبه اللي جت مصر فزه وبنى نفسه وعمل نفسه ما شاء الله عليه والحاجات دي كلها، لكن اللعيب نفسه هو حضرتك اللي يقدر يعمل. احنا كمدرب وكاداره بنفتح الباب، كله عايز يكسب، كله عايز يكسب. تقول الماتش ده النهارده لعب ماتش بالليل سهران في حته وانت جسمك مجهد. انت تعرف حضرتك في اوروبا يا محمد بيه مواعيد التزام. لو تنزل الملعب بعد، انا في هولندا في الدوره دي لعيب اتعور، لعيب اتعور، فانا عايز اعرف ان كان الراجل اللي معايا اللبناني مدير اعمال الراجل الشيخ اللي بعتني. فخبطوا بعض اخو كومان الثاني دوت كومان، فطلع بيزعق مع المدرب، فانا بساله بقول له اساله ما انا ما اعرفش هولندي، فبساله قول له ليه طلع بيزعق؟ قال له عشان المدرب طلعه خصم منه 5000 جردر عشان مش لابس الشنكار. انا مش هقول له البس الشنكار، ده لعيب محترف ياخد كذا وكذا. شفت وصل حضرتك ازاي؟ انا مش هقول لك البس الشنكار، ده انت المفروض تلبس الشيك. لاعب محترف، لاعب محترف يبقى عارف حافظ على رجلك. وانت النادي بيدفع لك كذا وكذا وكذا. ادي بقى نوعيه اللعيبه. شوف محمد صلاح وتريزيجيه والنني ستيب باي ستيب مشي ازاي وعمله ازاي، واتمنى ان احنا يكون عندنا اكتر من لاعب 5 6 10 باذن الله ربنا ييسر. طيب سؤال اخير قبل ما اختم معاك يا كابتن لطفي، كاس الامم الافريقيه 23 سنه هتتنظم في مصر ان شاء الله في شهر نوفمبر القادم ان شاء الله. 8 منتخبات بيتنافسوا عشان يتاهل ثلاثه الى دوره طوكيو الاولمبيه في الصيف القادم. بالزبط. مصر معاها مالي والكاميرون وغانا بالظبط بالترتيب. شايف التصفيات ازاي والمجموعه والامكانيات اللي عندنا تؤهل مصر ان هي تتواجد في طوكيو 2020؟ اولا زي ما قلت لحضرتك انا كان لي الشرف اتدرب الكابتن شوقي غريب، كان لعيب فذ جدا وهو مدرب دماغ حلو قوي، مدرب منظم وعارف عنده خبرات يعني. كبيره. عنده خبرات، اشتغل وخد خبرات كبيره. مدرب انت عارف يعني حضرت يعني ايه، بصرف النظر على اللي هو المدير الفني، مدرب كوره، مدرب كوره وعنده بيزا ان هو يحبب اللعبه فيه، وهادي زائد ان هو متطور. عنده ادي الشق الاولاني. عنده دعم من اتحاد الكوره من اللجنه الموجوده دي كلها، لان احنا عندنا تصفيات هتعمل، بدليل ان هو واخد لعيبه من النادي الاهلي ومن منتخب مصر الاول رمضان صبحي ومصطفى محمد من الزمالك، لعيبه يعني كتيره مميزه عشان هم بيلعبوا دور ممتاز. لعيبه كتيره من الدوري الممتاز ومجموعه كبيره، يعني واخد مجموعه كبيره جدا انا كاتبها وعارفها. هو معاه لعيبه كويسه وهو مدرب كويس وبطوله تلعب عندنا في مصر وفي جماهير، فالعوامل كلها بتساعدك انك انت ان شاء الله تكسب البطوله. احنا هم اصلا هياخدوا 3 من 6 فرق. مظبوط، 3 من 6 فرق، 8 فرق. هو هتوصل سيمي فاينل. سيمي فاينل واللي يطلع من ثالث والرابع. بالظبط كده، احنا ان شاء الله هناخد البطوله باذن الله. شوقي مدرب شاطر ومعاه مجموعه كويسه والبلد كلها وراه. ان شاء الله باذن الله بردك بردك الاولمبياد دي بتبقى حاجه حلوه لينا. والاهم من ده كله بردك كمان بتمنى للكابتن حسام البدري المدرب العظيم ان ربنا يوفقه، وانا بعتب على الناس اللي هو بتتشك في اختياراته. المدرب خد اللي هو عايزه، سيبوه يشتغل، احنا نعمل له سبورت مسانده وبنتمنى له التوفيق لانه هو مدرب مصر اكيد ومصري، وده شرف كبير لينا. كابتن لطفي نسيم نورتنا وشرفتنا وموفق دايما، وكانت اطلاله جيده نتكلم عن الكره في افريقيا والمشوار الحافل مع المنتخبات الافريقيه والمدربين كمان المصريين في المنتخبات العربيه والانديه العربيه. أنا سعيد إن أنا أتواجد مع حضرتك ومع الإخوة الموجودين، وسعيد أكثر إن أنا بتواجد مع قناة عملاقة زي قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا ليك يا فندم وكل التوفيق ليك يا رب. كانت فقرة مهمة جدا بنلقي فيها الضوء على تاريخ المدربين المصريين في تطوير الكرة الإفريقية وتطوير الكرة العربية، وكابتن لطفي نسيم ذكر أسامي قامات كبيرة جدا في الكرة المصرية كان لهم دور في تطوير الكرة في إفريقيا وفي العرب في المنطقة العربية.
وكان ابرزهم بالتاكيد ده كان معانا على تليفون الكابتن فتحي نصير محاضر دولي في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وقامه كبيره جدا في التدريب في الكره المصريه. كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي على خير بكم يا رب في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. لكن بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافه الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي وحديث اكثر بقى وجهه نظر الاعلام فيما يدور في الساحه الرياضيه المصريه من الناحيه الكرويه والاحداث الجاريه على السطح بالنسبه للكره المصريه وما هو قادم ايضا سواء للمنتخبات او الانديه بعد استئناف مشوار الدوري يوم 25 نوفمبر باذن الله.